هكلمكم النهارده بقى عن فاكهه مهمه قوي 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 لجسم الانسان. عارفين فاكهه ايه؟ ايه؟ ما هي قدامكم ايه؟ الموز. انا بحبه قوي الموز ده، وانا بحبه عشان قوي وبيقوي المناعه. فعلا طعمه جميل ولذيذ وبيقوي المناعه، وهكلمكم عن فوائد كتير قوي قوي ليه النهارده. اولا هكلمكم عن فوائده، وبعد كده نعمل العصير. تمام؟ تمام. اول حاجه هقول لكم الفوائد بتاعه الموز ايه لجسم الانسان. اول حاجه انه غني بالسعرات الحراريه، وكمان غني بمضادات الاكسده والفيتامينات والمعادن المهمه لجسم الانسان، وكمان من الاغذيه المشهوره جدا للرياضيين، لانه بيخلي عندهم طاقه سريعه جدا جدا عشان يلعبوا اسرع. غير كده بيسبب تسهيل حركه الجهاز الهضمي، وبيعمل وقايه من المشاكل بتاعه المعده، وبيحتوي على مضادات الاكسده وكمان فيتامين سي، ودي فيتامينات يا بنات مهمه قوي 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 في تقويه جهاز المناعه. تمام؟ تمام. ايه رايكم بقى نعمل العصير؟ يلا بينا. يلا بينا. هنحط اول حاجه الموز. الموز المتقطع. لازم نحطه متقطع عشان لما نحطه في الخلاط ونضربه يبقى اسهل لنا. تمام. وعندنا هنا السكر. وبعد طب منا قربي الخلاط كده يا حبيبتي. وافتحي. لا قربيه منك. قربيه كده. افتحي وحطي قطع الموز. اول حاجه حطه كله. ايوه. بعد كده نحط السكر، وبعدين معلقتين سكر. لا انا هحط ثلاثه عشان احنا. او ثلاثه. انت بتحبي السكر؟ بحب السكر. انت عارفه السكر بيدي طاقه مع الموز. واحط اللبن كله. كوبايه اللبن. تمام. وبعدين نضرب كل حاجه في الخلاط. صح. وطبعا هفكر اصحابي في البيت لازم ماما تبقى واقفه معانا هي اللي تضرب الخلاط علشان ما ترتشوش في المطبخ. صح. يلا هضرب. كفاية. يلا صبوا. نضربه مرة كمان الأول. افتحي الغطا بس. خلاص كفاية. يلا بقى ابتدي صبي عشان انتي واصحابي تدوقوه. انتوا عارفين ان انا بحب العصير ده جدا جدا جدا. وانا كمان. احنا عملنا عصاير في حلقات تانية. ايوه وبرضو عملنا كيوي. بس ده اكتر واحد بحبه. عملنا كيوي و ليمون. وليمون. وايه تاني فكروني؟ مفيش تاني. وموز. وبرتقال. موز النهارده. يلا دوقوا وقولوا لي رايكم. انا هدوق مع منى وعشان احنا كنا احنا الثلاثه ندوق مع بعض. يلا. الله. بالعكس. طعمه حلو قوي يا لولي. طعمه حلو قوي. انا كمان بحبه قوي 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 يا اصحابي. وعايزه اقول لكم ان العصير ده فيه فايده قويه جدا جدا لجسمنا، بيقوي المناعه.